تتحرك. اطلعي برا. قال له حسبي الله ونعم الوكيل ويدوق من الواحد داقه. ليه ما اقول له انت عملت فيها كده ليه؟ انت حرقت قلبي ليه؟ الطفل الصغير هذا دخل على رجله المستشفى. المستشفى الاولانيه دخل على رجله. اللي هو لا في البدايه في البدايه طبعا دخل على رجله بالزبط. تمام. وايديه مامته ماسكه ايده وطلعوا فوق وكان بيهزر على السرير. بالظبط بيهزر وبيعيط شويه من الم الحقنه يعني انطباعات عاديه لطفل عادي صحته كويسه ما فيش عنده مرض يعني. السبب الرئيسي ان والدته خدته وودته ارتفاع في درجه الحراره يعني سخن والحراره مش راضيه تنزل فابتدت غسلت الوش وخفت عليه زي اي ام مصريه بتخاف على ابنها خدته وراحت بالمستشفى. الواقعه بتاعه الاهمال كانت الحقنه اللي اتفضت فيه المستشفى اللي هي اول حاجه الاجراء البروتوكول الطبي ان هو ما انتظرش ان الحراره تنزل ويسيطر عليها وابتدي يدي علاجات في الاول ثم بعد ذلك يبتدي يلجا للمضاد الحيوي في حاله ان الطفل ما استجابش بل بالاداء ان المضاد الحيوي اللي هو اداهوله محتاج اختبار تحسس وان كان في تحسس في جلد الطفل والممرض نبه الدكتور والدكتور واقف الدكتور يعني ما عارش اهتمام اديله الحقنه وخلاص يعني اديها له كله اديله الحقنه طبعا خدها في الكانولا يعني دخلت على الوريد يعني دخلت على الدم على طول على القلب ابتدت تعمل انهيار في وظائف الجسم كلها. حضرتك والدته كنت معاه خلال قد ايه حصل الانهيار كله والولد فيش مجرد ما خد الحقنه بتاعت المضاد الحيوي ما تقدرش تقول لان يعني هتبقى طبعا مش هتقدر تحكم الوقت لان احنا لا انا اقصد نص ساعه ساعه الا ربع ساعه 10 دقايق لا ممكن في خلال 10 دقايق مثلا لا ده مجرد الحقنه ما دخلت جسمه ما كملش حتى 10 دقايق. الدكتور عمل ايه؟ كان رد فعله من زعيقك وانك ابنك وعايزه تحرك اطلعي بره. هو ما اتحركش اصلا غير لما الام ابتدت تنفعل وتزعق طبعا اخت الطفل كانت موجوده ما قامش غير لما ابتدت تنفعل وتنهار فدخل عليها هي تقول لك بقى لا ده ابنك قول ابنك مريض نفسي ابنك مريض نفسي. عنده كم سنه؟ ده عنده ما كملش 5 سنين 4 سنين وشوي انا عالجت ابنك اللي فيه ده ابنك مريض نفسي. قلت له ابني داخل على رجليه ابني فيه ايه؟ عملته في ابني ايه؟ ايه اللي شفتيه على السرير في وش محمود؟ لا ابيض يعني شفايفه ابيضت بزرقان ريم طالع من بقه ابيض حاجه وراح رايح وعينيه راحت له قال لي يا ماما وربنا خد امانته. انا اول ما شفته كده عرفت ان ابني مات. انا دخلت اكشف على ابني طلعت بميت. قول لي انت اي ام في الدنيا تخاف تروح تكشف على ابنها او بنتها لما انا رايح اكشف على ابني اطلع بابني ميت؟ بتطلب الدكتور بايه؟ يعني بطلب اشوفه بطلب ياخد جزاته بطلب اكلمه اقول له انت عملت فيها كده ليه؟ انت حرقت قلبي ليه؟ ليه ما شفتش شغلك؟ عمل لك ايه العيل اللي عنده ما كملش خمس سنين؟ عمل لك ايه؟ عملت انا ايه؟ حرقت قلبي بدا علي النهار لو عنده ابن ولا بنت يدوق من نفس الكاس اللي انا دقته. الدكاتره زمايله واصدقائه اللي ساعدوه في سيد جلال تمام ان مفتش الصحه اللي كان موجود الصديق اللي هو كان بيخلص الاجراءات لما راح له اول مره بالتقرير الطبي ومكتوب فيه فشل في عضله القلب وانهيار في الدوره الدمويه لطفل عنده 4 سنين و9 شهور تمام رفض ان هو يطلع تقرير وفاه. كان بيعلل ده بايه؟ قال له ده جرم، قال له في جرم، قال له دي قضيه وممكن عرفني. طبعا الشخص اللي كان موجود عايز يعني شايفنا احنا منهارين، عايز يودي الطفل ويدفنه وخلاص شاف الحاله بقت صعبه بالنسبه لنا. فاكرام الميت دفنه فقال له طب اديني رقم تليفون حضرتك وراح بيه فوق لدكتور اسمه باسم. اللي هو مضى على التقرير بتاع الصحة اللي هو التقرير بتاع الدفن بتاع مستشفى سيد جلال فاتكلموا مع بعض في التليفون فمسؤول الصحة رضخ
لطلبة الصديق والطلبات الدكتور اللي بلغوا ان الحالة حصل فيها 1 2 3، فطلع تقرير الوفاة. تقرير الوفاة حتى خارج، انا والدي متوفي، والدتي متوفية، عمتي متوفية، والدها متوفي، انا كل شهادات الوفاة اللي طلعت بتبقى مكتوب فيها حالة الوفاة، قصور في القلب، انهيار، ارتفاع الضغط، ده خارجة بدون سبب، لان مفتش الصحة كان حاسس ان هو يعني ان ده جرم، ان هو طفل عنده 4 سنين و9 شهور ان هو يموت بفشل في عضلة القلب. طبعا طفل اللي عنده ضغط ولا سكر ولا 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 ايه اللي يجيب له الحالة دي. طب بالنسبة للمستشفى، اصدقائه اللي ساعدوه، والدخول السريع والبروباجندا اللي اتعملت، ان هو يتلف في بطانية ويترمي على جنب، ان احنا واحنا بنغسل الطفل، الطفل متيبس، كان فيه صعوبة جدا على المغسل وهو بيغسله، ان هو ميت بقاله ساعات، يعني اللي انا اعرفه ان لحد ساعة واتنين بيبقى فيه ليونة في العضلات. تمام، الطفل كان متيبس تماما، متيبس تماما، كان شاهد على الغسل اكتر من واحد، حتى المغسل بتاع المستشفى قال له حسبي الله ونعم الوكيل، ويدوق من الواحد داقه وربنا ينتقم منه، وان شاء الله بامر الله يدوق ويحصل له نفس اللي حصل، واتمنى ان هو ما يعرفش ينام ابدا، واتمنى ان هو لو فيها توصل مش اهمال طبي وتطلع القضيه بكده، لا تتحكم جنائي ويتعدم، عشان يبقى عبره لاي دكتور يخطا، عشان يشوفوا شغلهم ويهتموا بالمرضى، ونسيبنا بقى من شغل التفاهات ولعب العيال والمنظره وشغل التيك توك والمرقعه اللي بيعملوها، وان هم يقعدوا يتفرجوا على المرضى ويسيبوهم من اللي بيحصل والحالات اللي مترميه دي، حاله تموت عادي، مش مهم الاهل يجرى لهم ايه، مش مهم فلذات اكبادهم، مش مهم اب ام طفل اخ يموت، مش مشكله، الناس بالنسبه لهم حالات، برود اعصاب، ضحك، ياكلوا المرضى متوفيين، المستشفيات اللي ما فيش فيها بالليل استشاري يبقى قاعد بيراقب الحالات، الكلام ده كله اتمنى من رئاسة الجمهورية، اتمنى من رئيس الوزراء، من وزير الصحة، من نقيب الاطباء، من وزارة، من يعني هيئة الدواء، جميع الهيئات المشرفة على الطب. الطب ده مهنة سامية، المفروض دول كانوا بيسموهم ملائكة الرحمة، دلوقتي ملائكة السبوبة، ملائكة ازاي استنزف جيب المريض طالما انا شايف ان اهله خايفين عليه وقادرين يدفعوا، استنزفه، مش مشكلة، المهم الطفل يموت يروح في 60 دقيقة، المهم هو كويس وجيبه مليان، مش مشكلة الاهل اللي جرى لهم، مش مشكلة الاهمال، مش مشكلة، في حاجات كتير. اطلعي برا، قال له حسبي الله ونعم الوكيل، ويدوق من الواحد داقه، ليه ما اقول له انت عملت فيها كده ليه، انت حرقت قلبي ليه.